الكليتين عندك تعبانين، في شوية كحة وسعال كده، الذاكرة بتاعتك ضعيفة، اسمع الفيديو ده. عارفين حبة القرنفل؟ سرها عجيب والله. حط حبة قرنفل، امضغها صباحا وخليها في بقك شوية، وامتص المية بتاعتها وتحمل شوية الطعم. اتحمل شوية الطعم في البداية، ومع الوقت هتشوف شيء عجيب سبحان الله. اولا ذاكرة قوية جدا، صدر نظيف بدون اي سعال او كحة، وكمان بيقوي المفاصل وبينظف البطن والمعدة وبيخلي ريحة الفم نظيفة، وكمان مفيد للكبد والطحال والكليتين ومقوي للنظر. عايزين ايه تاني؟ سبحان الله. السلام عليكم.